أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها أمس ليرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1022 حالة مؤكدة، وقد تماثلت 482 حالة للشفاء، فيما سجلت 43 حالة وفاة، وظلت 497 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي موضوع متابعة. ويقيم حاليا 17 مصابا بوحدات الإنعاش وحوالي 36 مصابا آخرين بالمستشفيات. ووفق وزارة الصحة، ومنذ تاريخ 22 من مارس المنقضي تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص، من بينهم 4,000 شخص أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري. وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبه والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة، وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حالياً. كما دعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القوانين وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد، وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.